احنا قاعدين جت سيارتين اخذتهم قدامنا انا وبنتي وراحت. قالوا نحقق وياهم ونجي. اجاي عن الاث قال لهم ندكم حاسبه ونرجعكم، وقال لهم نرجعكم بعد 10 دقائق، يعني الشهود العيان اللي شايفينهم القالونا وشخدوهم ذاك يوم وهذا يوم. هذا عامر طالب كليه مصطفى صف ثاني كليه، هذا ابوهم معوق، كلهم بس من عشيره احنا وحده يجي 25 واحد، بنات اختي والله يتامى ورباهم يتامى وحدهم. والدتي طبعا كبيره في السن تتوسل بيهم وتترجئهم على انه هذا زوجي رجل كبير وهذا ابني مريض، خلوا رشاشه على ركبتها. شقوه شدوا عيونهم شدوا ايديهم ولقحوهم هيك لقح بالسياره. حتى واحد حماه يعني وقع يعني خرف يعني ما عاد يقدر، كان يشيلوه الذب بالعذاري حطوا على راسهم بطانيه. يا ابو مجرد تحقيق، هاي تحقيق، هذا مال تحقيق، هيك معامله، هاي مو معامله انسانيه. الجهات وانا مسؤوله عن كلامي اللي اخذتهم هم عصاره للحق، قسم منهم ايرانيين وانا مسؤوله عن كلامي، قسم منهم عراقيين. قال حجيه احنا عاد ما علينا هذول عصايب، هو واحد من شرطه الاتحاديه قال لي. التقيت شخصيا بقيس الخزعلي اللي هو قائد عصائب، كان طبعا جوابه كل الجاب قال احنا كلهم صفيناهم، وبكتها قال صفيناهم. وين يروحون من حوبة دمعة الأم، دمعة الزوجة، دمعة الأخت ودمعة الطفل؟